بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، هنستكمل إن شاء الله مع ما رأينا فيما سبق فيما يخص ألونتوس أليكول، يعني فلنذهب جميعا إلى المدرسة. طبعا حال كنا قد تكلمنا فيما سبق عن الدخول المدرسي، سي لا رونتري، إنه الدخول المقصود سي لا رونتري سكولير كما قلنا. أيضا رأينا عمر إيطاليكول، يعني أن عمر هو ذاته نفسه في المدرسة. شامة إيطالا ميزو أفيك سا مامو، يعني أن شامة هي ذاتها نفسها في المنزل مع أمها أفيك سا مامو. طبعا رأينا أيضا الكلمات أوتي، يعني الأدوات، كلمات تعتبر كأدوات لأن تساعدنا في تبليغ بعض المعاني. بعد الخصوص رأينا سي، ثم رأينا افيك. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله غنشوفو جوغوتيان، يعني أنا أستنبط. هذا فعل روتونيغ، سي لو فيرب روتونيغ، هو عنده عدة معاني. المقصود به هنا أنك تحتفظ واحد الشيء، المقصود أنك تستوعب واحد الأمر. إذن عندنا كما تلاحظوا مامو، عندنا في الأسفل أيضا مامو بالكتابة اليدوية، عندنا أيضا شامة، سي اش تعطي صوت ش، إذن شامة. أيضا في الأسفل عندنا أيضا نفس الشيء شامة، تلاحظوا كيف السي تكتب بالطريقة اليدوية سي. هذه السي، ثم عندنا اش، اذا سي اش ا شا، ثم عندنا ام ا ما، اذا شاما. ثم عندنا اومار في الاسفل، تنشوفوا او كيفاش تكتب اومار. ثم بعدها عندنا اون، يعني واحده، ايكول مدرسه. طبعا احنا في اللغه العربيه ممكن نقولوا مدرسه، راه المقصود ماشي مدارس كثيره، راه بمنيا تنتكلموا على مدرسة واحدة. طبعا في اللغة الفرنسية ضروري أننا نزيدو هاد إن أو آه بالنسبة للمذكر، لكي نقول مثلا مدرستون أو تلميذون إلى آخره. إذا نقول إن إيكول، يعني مدرستون. نفس الشيء في الأسفل عندنا إن إيكول مدرستون. كومبيتونس يعني القدرات، كومبيتونس تتعني القدرات، تتعني الكفاية، تتعني الأهلية، وأحيانا تتعني اختصاص ديال واحد القاضي أو اختصاص ديال واحد المحكمة. إذا نتكلم عن كومبيتونس، هنا بطبيعة الحال تنتكلمو على الأهلية أو القدرة، يعني أشنا هي القدرة ديالي فيما استوعبته. إذا غنشوفو أشنا هي القدرات المتوخات مما رأينا. À la fin de cette semaine، يعني في نهاية هذا الأسبوع. طبعا احنا في اللغة العربية نقولوا هذا الأسبوع، طبعا في اللغة الفرنسية الأسبوع كلمة مؤنثة، لذلك نقول ست، يعني هذه. أما في المذكر فنقول س، مثلا نقول سو غارسون، هذا الطفل. إذن à la fin de cette semaine، يعني في نهاية هذه، إن صح التعبير الأسبوع. إذن à la fin de cette semaine، يعني في نهاية هذا الأسبوع، tu seras capable، يعني أنت ستكون. هذاك اللي شفنا قبل قليل ديال être في الفيتور، كاين واحد الزمان تسمى الفيتور اللي هو المستقبل، تتولي صغى. باش نفهموا هذه المسألة، في اللغة العربية تنقول كنت، ولكن لا أقول أنا كائن الآن، مثلا كنت طفلا والآن نقول أنا طفل. في اللغة الفرنسية هذاك الفعل اللي تتكلم على الكينونة تبقى، ماشي بحال اللغة العربية أنه يختفي وأنه يفهم ضمنيا. نقول جيتي أن غارسون، يعني أنني كنت طفلا، ولكن الآن أنا طفل، أو أنا الآن رجل. إذن أنا رجل مثلا، ولكن في الفرنسية نقول جو سوي ان نوم،
يعني أنا رجل، يعني أننا نحتفظ بهذا الفعل ديال الكينونة. في المستقبل نقول جو سوري، إذن أو نقول تي سورا بحال اللي عندنا هنا تي سورا، يعني أنت ستكون، ستكون ماذا؟ كابابل، يعني أنك قادر. تي سورا كابابل يعني أنت ستكون قادر. فنلاحظوا بأنه كان، أنا الآن كائن جو سوي أو تي، أنت ستكون، إذن تي سورا، إذن تي سورا كابابل يعني أنت ستكون قادر. ستكون قادر على ماذا؟ ديدونتيفي يعني أنك ستكون قادر على تحديد. لو فيرب ايدونتيفي هي حدد، هذا ايدونتيفي بطبيعة الحال تنشوفو عنده او ار على ف، يعني أنه ما مصرفش، المقصود به حدد. ولكن في اللغة الفرنسية الأفعال في حالات كثيرة، الأفعال اللي تتكون عندها او ار بطبيعة الحال هي ما مصرفهاش من حيث المبدأ، ولكن راح حسب السياق ديالها ممكن تجي بمعنى ديال المصدر. ما معنى هذا؟ في اللغة العربية عندما نتكلم، في اللغة العربية عندما نتكلم عن حدادة، إذن المصدر هو تحديد. إذن في اللغة الفرنسية هاد ايدونتيفي اللي كنشوفو هنا من حيث المبدأ هو حدادة، لأنه ما مصرفش. ولكن هنا في السياق اللي عندنا هنا أنه تيعني التحديد. إذن تي سوغا كابابل ديدونتيفي يعني أنت ستكون قادر دو ايدونتيفي. طبعا الحال حيدنا ديك او ديال دو، لأن ايدونتيفي مبدية بإي، ايدونتيفي كومونس باغ اون فويال، غنحيدو لا بوميييغ فويال، يعني غنحيدو الصوتي الأول اللي هو او، وغنديرو أبوستخو باش تجينا ساهلة في الكلام، باش ما نقولوش دو ايدونتيفي تجي شوية ثقيلة. إذا نقول ديدونتيفي يعني أنك ستكون قادر على تحديد. إذن كما تلاحظوا تحديد هما هكا تتفهم عندهم هكا مع الولف أنها تتقال هكذا. إذن تي سورا كابابل ديدونتيفي يعني أنت ستكون قادر على تحديد. إي دو، إي دو تيدونتيفي. شوف هنا عندنا إيدونتيفي وعندنا تيدونتيفي، يعني وأن تحدد نفسك. ما معنى هذا؟ في اللغة الفرنسية عندنا أفعال كثيرة بهذا الشكل، طبعا الحال غنعرفوها وغيولف عليها الإنسان بحال هذا الشكل اللي عندنا هنا. بحال دابا عندنا هنا لو فيغ إيدونتيفي، ولكن عندنا لو فيغ سيدونتيفي يعني فعل عرف نفسه، هكذا هو تيتعرف، هكذا هو يفهم. سيدونتيفي يعني هذيك اس او يعني انها تكون لاصقه معاه. اذا عندنا ايدونتيفي يعني عرف، عرف شيئا. سيدونتيفي يعني عرف نفسه، هو فعل هكذا يفهم. مثلا عندنا لو فيرب لافي، لافي يعني غسله. مثلا اون بارل دو كيلكا كي لاف سا فواتيو، يعني ممكن نتكلموا على شخص يغسل سيارته. اذا تنتكلموا على لو فيرب لافي، هذا لو فيرب لافي. ولكن كاين فعل اخر بحالو تتزاد له هاد سو، هو سولافي. سولافي ملي تنتكلمو على سولافي ما تتبقاش المعنى ديالو انك تتغسل شي حاجه، تتولي تتغسل نفسك، تولي المعنى ديالو انك تتغسل نفسك. اذا المقصود به غسل نفسه، هذا فعل هكذا يفهم. اذا تي سورا كابابل ديدونتيفي يعني انك ستكون قادر على تحديد، يعني بطبيعة الحال تحديد أشياء، معلومات، كلمات إلى آخره. وفي نفس الوقت إي دو تيدونتيفي، وأنك ستكون قادر على تحديد نفسك، يعني تعرف نفسك. إذن دو ليغ لي سون يعني وأنك غتكون قادر، بطبيعة الحال تي سورا كابابل، أنت ستكون قادر. وكاين مجموعة ديال الأمور كما تنشوفو مشار لها بالأسهم. إذن أنت ستكون قادر على كل هذه الأمور. إذن كما قلنا الآن، إذن تي سورا كابابل ديدونتيفي إي دو تيدونتيفي، وأيضا تي سورا كابابل دو ليغ لي سون يعني أنت ستكون قادر على قراءة الأصوات. لي سون، لي سون كما تنشوفو هنا هذا أصوات ماشي سون أخرى، تنقولو مثلا سون بير يعني أباه. تنشوفو هنا لي سون، هنا عندنا إس لأنه جمع. طبعا الحال كاينه هاد الكلمه ايضا ما
ممكن نتكلم عن لوسون. لوسون يعني الصوت، تكتب بحال الكلمه اللي شفنا قبل، ولكن ملي تنقولوا له ماشي ضمير. اذا ايدولير لوسون يعني غتكون قادر على قراءه اصوات مثل ا اي او، يعني انك تقرا صوت ا والصوت او. علاش قلنا الصوت وما قلناش لا ليتر؟ خاصنا نفرقوا هنا بين الصوت هو اللي تسمع والحرف هو اللي تكتب. اذا ممكن هاد ا تكتب بواحد الطريقه، مثلا في الكتابه الصينيه ممكن هاد ا تكتب بواحد الطريقه، في اللغه العربيه ممكن هاد ا انها تكتب بواحد الشكل اخر في لغه اخرى. اذا حنا تنتكلموا على الصوت كصوت، يعني بغض النظر عن طريقه كتابته، ولكن ملي تنتكلموا على لا ليتر يعني تنتكلموا على الكتابه وبالتالي النطق ديالها، وبالتالي النطق ديال الحرف. اذا تي سوغا كابابل دو ليغ لي سون كوم كوا كوم ا اي او، يعني مثل ا و او. اليمو وانك ستكون قادر على قراءه الكلمات. بطبيعه الحال هذه جمع مو، لومو كما راينا في المسابق هي الكلمه، فلنتذكر ليمو اوتي يعني الكلمات الادوات. إذن إليمو وأنك ستكون قادر على قراءة الكلمات. إتي سوغا كابابل دو ليغ ليمو لي كونتونو، يعني أنك ستكون قادر على قراءة الكلمات ليمو لي كونتونو، يعني التي تحتويها. هاد لي اللي عند ليمو ماشي هي هاد لي اللي كاينة هنا. هاد لي بطبيعة الحال اللي قدام مو هادي أرتيكل، يعني هي واحد أداة، هي جمع ديال لو وديال لا. تنقولوا مثلا لو ستيلو، الجمع ديالو لي ستيلو، يعني القلم. ال يعني ان تعريفيه، ممكن انني اقول ان كخيون او ان ستيلو، الجمع ديالها تكون دي ستيلو يعني انها غير معرفه. هنا عندنا ليمو يعني اننا نتكلم عن الكلمات، يعني ال في اللغه الفرنسيه انها تدل على التعريف وتدل على الجمع، تدل على الجمع وفي حالات أخرى تدل على التأنيث والتذكير، ماشي بحال اللغة العربية أنها ال يعني أنها تعريفية فقط. إذن أما هاد اللي عندنا الثانية لي كونتونو، هذا ضمير، هذا المقصود هنا شنو؟ تي سوغا كابابل دو ليغ لي مو كونتونو لي سون، يعني أنت ستكون قادر على قراءة الكلمات محتوية. كونتونو كونتونو المقصود كي كونتيا، يعني التي تحتوي. كونتونو محتوية، هذه محتوية ضاربة أو فاعلا أو مثلا آكلا أو متكلما، هذا الشكل ديما كيتعبر عليها في اللغة الفرنسية بهاد أن تي ألفا ديال الفعل. غادي نشوفوا هاد القضية من بعد. إذا لي مو لي كونتونو يعني الكلمات المحتوية إياها. طبيعة الحال المحتوية على هاد لي سون، على هاد الأصوات. إذا أنا غنكون قادر نقرأ الأصوات بحال أ وبحال أو، وغنكون قادر أنني نقرأ الكلمات اللي تتضمن هاد أ وتتضمن هاد أو، هذا هو المقصود هنا. إذا تي سوغا كابابل دو ليغ لي سون أ إي أو إي لي مو لي كونتونو، يعني إي لي مو كونتونو أ إي أو، يعني الكلمات المتضمنة لـ أ و أو. أيضا ستكون قادر على ماذا؟ تي سوغا كابابل دو ليغ دي مو إي دي فخاز، يعني أنت ستكون قادر على قراءة دو ليغ. تنشوفون ليغ ما مسربش، يعني قادر على قراءة دو ليغ، على قراءة. شوف هنا ليغ هذا راه فعل قراءة ماشي لا ليكتور، لا ليكتور هي القراءة، ولكن في اللغة الفرنسية هاد الافعال اللي ما تتصرفوش ممكن يجيو بمعنى ديال المصدر. اذا انت سوغا كابابل دو ليغ يعني انت ستكون قادر على قراءه دي مو اي دي فراز، يعني غتكون قادر على قراءه فقط على الكلمات كما راينا فيما سبق. اي دي فراز، لي فراز بطبيعه الحال هي الجمل، يعني انت ستكون قادر على قراءه الكلمات والجمل. اي دي فراز تي سوغا كابابل دو ليغ دي مو اي دي فراز، يعني انت ستكون قادر على قراءه كلمات. شوفنا عندنا في الاول ليمو يعني الكلمات تنعرفوها، هنا
دو ليغ دي مو، يعني انت ستكون قادر على قراءة كلمات ما عرفاش، ما عرفاش اسم كلمات. هدف خاص وجمل ما عرفناش اسم جمل غتقراها، يعني ان الجمل اللي غتجي قدامك غتقراها، هذا هو المقصود هنا. اذا اي دو ليغ دي مو هدف خاص. ايضا ستكون قادر على ماذا؟ تي سوغا كابابل ديكريغ كوريكتومون ا اي او، يعني انت ستكون قادر على كتابة، شفنا ديكريغ هذا الفيرب ايكريغ، سي لو فيرب ايكريغ يعني هذا فعل كتابة، الكتابة هي ليكريتور، القراءة هي لا ليكتور، تجي من فعل ليغ اللي عندنا الفوق، هذه لا ليكتور يعني القراءة، أما الكتابة هي ليكريتور، تجي من فعل ايكريغ. إذن تي سوغا كابابل ديكريغ كوريكتومون، يعني أنت ستكون قادر على كتابة ماذا؟ بشكل صحيح. كوريكتومون تنقول على شي حاجة بأن كوريكت، كوريكت يعني أنها صحيحة. شي واحد تيقول لك شي جواب تتقول له سي كوريكت، يعني أن هذا الأمر صحيح. سي كوريكت يعني أنه صحيح، يعني هذا الأمر صحيح. في اللغة الفرنسية ملي تنقولوا بشكل صحيح، بشكل صريح، بشكل قوي، تنزيدو هاد ان او ان تي، هادي غنعرفوها من بعد ان شاء الله. اذا ديكريغ كوريكتومون يعني انك تكتب بشكل صحيح، بشكل صحيح كتسمى ادفيرب. اذا ستكتب بشكل صحيح ماذا؟ ا اي او، يعني انك ستكون قادر على قراءة الصوت او او، وغتقرا الكلمات اللي تتضمن هاد او او، وانك ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح، كتابة ماذا؟ او او. ايضا بعد هذا تي سوغا كابابل دو ليغ اون كارت سكولير، يعني انت ستكون قادر على قراءه ماذا؟ اون كارت سكولير. طبعا الكارت ممكن من حيث المبدا ان تعني خريطه، لكن ممكن تعني كارتا، يعني بطاقه، يعني بطاقه، يعني انت ستكون قادر على قراءه ماذا؟ بطاقه مدرسيه، يعني ديك البطاقه اللي تعطوك ديال المدرسه غتكون قادر انك تقراها. إذا تي سوغا كابابل دو ليغ اون كارت سكولير، يعني أنت ستكون قادر على قراءة بطاقة مدرسية. إذا إن شاء الله نستكمل في الحلقات القادمة، حياكم الله وإلى اللقاء.